سائل يقول: ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة؟ نعم، أما إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه ينتهي القصر والجمع، لأن القصر والجمع مربوط بسبب وهو السفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السفر. ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر لم يصل البلد، ثم وصل البلد كم يصلي؟ أربعا، تمام. وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال؟ لا، لأنه انتهى السفر. طيب، ولو دخل عليه وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، فكم يصلي؟ لا، ركعتين، يصلي ركعتين. ليش أربع؟ أنت فاهمين السؤال زين؟ أذن الظهر وهو في البلد بلده ثم خرج قبل أن يصلي وصلى الظهر في البر في سفره، كم يصلي؟ ركعتين. لماذا قلت أولا أربعا؟ هم يقول أول أحسب أنه في البلد. أي طيب، إذا خرج بعد دخول الوقت، تفضل. دخل الوقت وهو في البلد، وهو مقيم في بلده، ثم سافر وصلى في البر بعد أن خرج من البلد، كم يصلي؟ ها؟ يتم الصلاة؟ لا، لا يتم الصلاة، يصلي ركعتين، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ضرب في الأرض وصلى وهو ضارب في الأرض، فيصلي ركعتين. والعكس كما قلت لكم في المثال الأول: لو أدركته الصلاة وهو في البر ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربع، لأنه انتهى الضرب في الأرض. ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده فإنه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين، ويصلي كم؟ يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، ولقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس، تقول: صل أذن، قال أنا مسافر، كأنه يقول المسافر ليس عليه إيش؟ ليس عليه جماعة. وهذا غلط، فهم غلط. المسافر عليه الصلاة جماعة. ولعلكم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة أن الله تعالى قال في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حال الخوف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ومعلوم أن الخوف الذي وقع للرسول كان في أسفار، ففي حال الأمن من باب أولى. فنقول للمسافر: هل سمعت النداء؟ إذا قال نعم، ماذا نقول له؟ نقول: أجب. كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة وهو في نفس البلد وقال: أنا المسافر ما أروح للجمعة، ماذا نقول له؟ نقول: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. نقول: اسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما إذا كان الإنسان في السفر فهذا لا جمعة عليه، ولا تصح منه الجمعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقيم الجمعة في أسفاره، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم هذا سؤال لا بأس به وجيه، وإن كان وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت. يقول إذا أما المسافر أناسا مقيمين فماذا يصنع؟ نقول يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر، فإذا سلم أتموا. نعم.